بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في أحد الزملاء كان كلمني عن موضوع الهبوط في الجاموس. طبعا الجاموس زي ما انتوا عارفينه مناعته قوية شوية عن الأبقار، لكن نفس الأمراض اللي بتصيب الأبقار بتصيب الجاموس، ما عدا مرضين يعني او ثلاثة مختلفين، يعني مرضين بس ممكن في مرض معين زي الجلد العقدي ده يجي للأبقار ما يجيش للجاموس. في مرض اسمه مرض الفيل ده ممكن يجي للجاموس ما يجيش للأبقار، لكن باقي الحاجات كلها واحد، نفس العلاج ونفس التشخيص ونفس الأمراض، إلا في طبعا اختلافات في حاجات معينة دي بترجع للمناعة. يعني زي الجاموس مثلا، حاجة حمى اللبن، لو انت عارفين حمى اللبن اللي هو نقص الكالسيوم اللي بيحصل بعد الولادة، طبعا رخم في الجاموس لو ما تلحقش بسرعة ما بتقومش تاني، خلاص بيحصل تناقرس في العضلات وما بتقومش تاني للأسف. فإنما الأبقار ممكن تاخد 24 ساعة 48 ساعة، بس بالكتير خالص 24 ساعة في الأبقار ممكن وتقوم الحيوان يقوم. فالرغاط أو الهبوط أو الداونر كاو، الأمراض اللي بتعمل دي كلها مشتركة بين الأبقار والجاموس، بتبقى تقريبا نفس الأسباب الحاجات. طبعا إن شاء الله هنعمل فيديو على موضوع الرقود في الحيوان، أو الحيوان يقول لك بارك مش قادر يقوم. في أسباب كتير جدا 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 بتحصل، أهمها ويعني أكتر حاجة فيها بتحصل واضحة جدا بعد الولادة بأسبوع أو قبل الولادة بأسبوع، بتحصل هي حالة نقص الكالسيوم في الأبقار والجاموس. نقص الكالسيوم طبعا بيعمل الحالة دي، بيعمل حالة اللي هو الرقود ديت بعد الولادة، لكن طبعا سرعان ما ايه ما ربنا بيشفيه على طول، مجرد ما بتعلق وريد الحيوان بيستجيب ويقوم على طول، مجرد تلاقي رعشة كده في العضلات تعرف ان الحيوان ده بدأ يستجيب للعلاج. ممكن في ارتباط وثيق جدا بين الفوسفور وبين الكالسيوم، يعني في ارتباط بين الاثنين. يعني عند حيوان مثلا عنده نقص كالسيوم وسبته فترة وصممت ان انا اديله فوسفور، هو لو نقص الكالسيوم طبيعي 100% الفوسفور هينقص دايما، هما النسبة بتاعتهم بتبقى 2-1 في الدم، تبقى 2-1 كالسيوم قد الفوسفور مرتين. لكن لما بنقص الكالسيوم لما بيبقى اعلى من الفوسفور، فانا لما احب اعوض الكالسيوم ما فيش مشكلة، يعني مش هيضر ان لو انا اديت شوية فوسفور معاها كده من باب الاحتياط كتونكس او كحاجات رفع مناعة مقويات، بحيث ان انا اتفادى ان انا اعوض حاجة واسيب حاجة. فدايما مرتبطين ببعض. مرات يحصل نقص المغنيسيوم يخلي الحيوان برضو يبرق، مرات يحصل كسر في الحوض او شعرة في الحوض وانت مالة تعالج الحيوان وفي الاخر ده الحوض فيه شعر اساسا، مرات بيحصل مشكلة في العصب نفسه اللي بيغذي النص الوراني او الاطراف الخلفية تلاقي الحيوان برضو بيبرق، مرات بعد اثناء عملية الولادة واثناء التوليد يحصل فيه جروح وفيه تهتكات في الرحم، ممكن تحصل لك الكلام ديت. مرات حالات اللي هي طفلات الدم ممكن يحصل بول دموي وانت ما تلحقش الحيوان بيبرق منك. حالات الرقود دي كتير جدا جدا جدا، وان كان اسهلها نقص الكالسيوم في الابقار، انما في الجاموس خطر جدا. على فكره الجاموس لو انت ما لحقتش وعالجت النقص بسرعه بتلاقي الجاموس ما بتجاوبش معاك العلاج، والله لو اديتها حتى طن كالسيوم خلاص. انما البقره بصراحه خلال 6 ساعات مجرد ما بتعلق وريد اول ما يحصل عمليه الهبوط ديت، بتبص تلاقي الحيوان، وفي فيديوهين او ثلاثه موجودين على القناه بنفس العنوان نقص الكالسيوم او الفوسفور في الدم. الحاله اللي هي بتاخر في البركان او الرقود، طبعا حاله بتبقى كومبليكيتد بقى، ما تقوليش بقى نقص كالسيوم ولا فوسفور، يعني هي الحاله اتعجلت بمعنى صح زي ما بيقولوا كده، حصل حاجات مضاعفات كتيره تاني. هو اساسا لما الحيوان لو رقد 48 ساعه بيحصل تنقص في العضلات، يعني بيحصل حاجه او تيبس في المفاصل او يقول لك ايه الاعصاب بتاعته بردت. ما ينفعش انا عندي حيوان برك ما سيبوش تاني يوم، ارفعه ان شاء الله حتى 10 دقائق، لو 10 دقائق بس الحيوان
رفعته حتى لو ما وقفش غير 5 دقايق، يعني ارفعه كل 6 ساعات، كل 6 ساعات ارفع الحيوان ده على اساس ان الدم ما يعني يوصل للاطراف ويحصل ان لو في التهاب ولا في اي حاجه يتعالج نتيجه الدم اللي بيتدفق في الرجل دي او في الطرف ديت. لان انت الحيوان لما طبعا الحيوان لما بيحصل يرقد على جنب معين بيمنع وصول الدم للاطراف، فتلاقي الاطراف كلها عندك حصل فيها مشكله. ايه اللي بيعالج؟ طبعا الحاجات النوتروفيل والليمفوسايت اللي موجوده، اللي هي الاجسام اللي هي بتعالج الالتهاب اللي موجوده في الجسم، لازم توصل عن طريق الدم. عشان كده بقول لك انت لو وقفت الحيوان 5 دقايق حتى كل 6 ساعات تدلك رجليه بخل، تدلكها بميه دافيه. ليه؟ عشان امشي الدم للمنطقه اللي هناك ديت عشان اعالج الالتهاب. عشان كده فكره الحرقات ايه هي؟ فكره الواحد يبقى كتفه تعب يحط له لزقه، ايه الفكره اللي بتعملها؟ بتسخن المكان، تسخن المكان عشان الدم يجي للمكان ديت ويعالج الالتهاب اللي موجود في المكان ده. باي طريقه بقى، مرهم، خل، تدليك بميه دافيه، ان شاء الله بايدك. حتى لمجرد ايدك ما تفرك الرجل بتاع الحيوان كده ده بيسخنها، بتمشي الدم فيها. فموضوع الرجود ده او البركان ده موضوع كبير جدا، ممكن والله مش بدون مبالغه يعني ممكن ياخد 10 فيديوهات. لو حضراتكم محتاجين اي معلومه معينه نركز فيها بالنسبه للرقود ده انا تحت امركم. فان شاء الله هنتكلم عنها كده كده، انا اتكلمت عنها قبل كده في نقص الكالسيوم، لكن في اسباب كتيره تاني ممكن هي تعمل موضوع الرجود في الابقار والجاموس. فطبعا اللي بيحصل في الابقار بيحصل في الجاموس. في ناس كتيره زي ما قلت بتحب تربيه الجاموس جدا. الجاموس ده سبحان الله يعني نسبه الدسم فيه عاليه، زي ما كان احد الزملاء علق النهارده بيقول يا ريت يا دكتور تعرفنا السوق طالب ايه. طبعا احنا هنا في مصر السوق طالب كل حاجة، كل حاجة يعني لو معاك اي حاجة بتخلص، يعني معاك زبدة بقري، زبدة جاموسي، الناس ما بتفرقش. وحد لاقي حد لاقي هنا في مصر؟ فكان احد زملاء انا والله ما اعرفه منين، يعني انا هو صديق معانا على القناة له كل الاحترام والتقدير، يعني كان بيقول يا دكتور يا ريت مثلا زي ما قلنا، يعني هو حكم سوق. يعني الفيديو اللي فات ده انا بقول لك ايه، مشروع عبقر وحلاب ولا جاموس حلاب، هو فهم الفيديو كويس صراحة، يعني انا بحييه على كده ان هو فهم انا عايز اوصل ايه. عايز اوصل له ان السوق هو اللي بيحكم، فعلا السوق بيحكمك، انت شوف السوق عايز ايه واشتغل فيه. لكن احنا في مصر حاليا السوق عايز كل حاجة، السوق عايز كل حاجة، يعني الجاموس لحمته مطلوبة، اللحمة بتاع الجاموس زي ما قلنا لونها بتتعرف من اللون بينها وبين الباري، نسبة الدهن في الأبقار بتبقى أعلى من الجاموس، فالجاموس لحمته بتبقى معروفة حتى بالعين المجردة كده. ليه لحم الجاموس أرخص من الأبقار؟ عشان بياخد سوا كتير، دي حاجة. الحاجة التانية إن النفس في الأبقار بيبقى أعلى من الجاموس عشان خاطر العظم بتاع الجاموس تقيل شوية، العظم وزن العظم في الجاموس تقيل شوية، عشان كده النفس فيه بيبقى أقل من الأبقار. تمام. لكن السوق عايز، السوق طالب، يعني كله اللي موجود بيتباع زي ما قلت. حد لاقي زبده بقري ولا جاموسي؟ ده الزبده البقري احسن من الجاموسي بمراحل، وانا عامل فيديو موجود على القناه مقارنه بين اللبن البقري واللبن الجاموسي والزبده البقري والزبده الجاموسي، ونسبه البنط فيه 8.5 في الجاموسي، ممكن في الابقار ما تلاقيش حتى 6% 6 البنط نسبه الدسم. ف يعني كله متاح، كله متوفر، كله مطلوب في الفترة اللي احنا فيها دي. اي حاجة هتطلعها منتج هتستهلك، السوق طالب، السوق طالب. وكان زي ما بقول لك حسن السوق حسن البضاعة زي ما بيقولوا. يعني عندنا اللي احنا البطاطس شغالة الايام ديت ما شاء الله، سعر ممتاز بس ما فيش انتاج. يعني السعر حلو جدا في السوق لكن ما فيش انتاج، الارض مش مطلعة انتاج. وطبعا ده اسباب كتير ان الناس مش صابره على البطاطس دي لما تكمل عمر، يعني كله لما لقى السعر رفع خلع البطاطس طالعه زي الليمون. فده برضو حتى النبات بيتظلم، يعني احنا بنظلم النبات يعني. فربنا يصلح الحال يعني ان شاء الله، وتوكل على الله. يعني اي حاجه عايز تشتغل فيها وعندك خبره فيها توكل على الله وربنا يكرمك يعني. والسوق زي ما قلت السوق قابل اي حاجه واي منتج.
ربنا يبارك فيكم جميعا يعني، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.